بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. هو وقت استحضار عظمة الأهلي وتلاحم قواته. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 671، يفتتحها المهندس عدلي باستدعاء عظمة الأهلي. طبعا هو طول عمرنا نقول عظمة الأهلي في تلاحم عناصره، مجلس إدارته مع أعضاء، مع جماهيره، مع لاعبته، مع أجهزته الفنية، هي لحمة واحدة بتخدم على بعضها. وكل واحد له دوره. لما تيجي تفركش الأدوار وكل واحد ينظر على التاني، احنا في خطر. الخطر ليس في النتائج يا أستاذ إبراهيم، الخطر في المناخ اللي بيحطونا فيه اللي ما بيحبوناش في الدول حتى أستاذ إبراهيم. طب ما تخليك قول البتاع بعدين نرجع للموضوع ده. الخطر مش بس في كده، الخطر في كل التفاصيل اللي هتشوفوها في حلقة النهاردة، وهذه أبرز عناوينها. مقالي ومقاله، الكاف وأزمة جديدة، الغربال صدق ويجب أن تصدق، بعضمة لسانه قالوا الحكم اعترف، الجلك الفرج، أسرار الملك في لافيو الرأس الذهبية، وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده المحتوى في حلقة النهاردة، لكن ضربة البداية زي ما انتوا تعودتوا دايما مع مقالي ومقاله، الكاف وأزمة جديدة يا باشمهندس. كنت عايز تبتدي بالكاف؟ على عايز تستمر في الاستغلالية بتاعتك؟ أنا عايز أكمل دي بتاعتك. بس لأن دي أخطر ما يواجهنا. اتفضل. سيبك بقى من شقلبة البناط والكلام ده، إذا ما عملناش كده إحنا في خطر. أنت لما تحب تضرب عدو مستعصي عليك، تعمل له إيه؟ تضربه من الداخل. مش عارف تضربه من الخارج، تضربه من الداخل. النادي الأهلي وقد استعصى على خصومه وبعض منافسيه، للأسف جزء من هذا البعض ما بيعملكش بأمانة. هو يصدر إليك المتاعب ويستدرج الجزء الهش من محبيك، الجزء اللي معشوش صلابة النادي الأهلي. معشوش سر عظمته. يندس بينهم ويصدر لهم الغضب. تخيل ان جمهور الاهلي اللي محقق كل حاجه الموسم الماضي جمهور زعلان. هتقول لي حلو لان الجمهور عايز منه الافضل، طبعا حلو. لكن لما تعوز مني الافضل تعوزه بالطريقه اللي تقويني مش اللي تضعفني. انا في لحظه مش محتاج حد ينظر على حد، ولا حد يشتغل شغل حد، ولا حد. النهارده كان عندي يعني عامل من العمال وابتدى يتكلم معايا في الكوره، سالته كم سؤال جاوب عليهم. قلت له طيب انت بتسالني في ايه؟ راح ساكت. يعني هو زعلان من النتائج؟ لا يا كابتن، كويس. بس احنا طيب المهاجم اللي انت عايزه والمدافع اللي انت عايزه، هو مين اقوى هجوم ومين اقوى دفاع؟ بكل عيوبنا، عندنا عيوب خلاص نواجهها ونصلحها، لكن مش باستبعاد واستحضار عناصر جديدة. لا على مستوى اللعيبة، ولا على مستوى الإدارة، ولا على مستوى المدربين، ولا هذا كلام خطير بيعمله غيرنا وبيدفع فاتورته. مش الأهلي اللي بيعمل كده. الأهلي كل اللي عايزه منك يوم ما كانش فيه توفيق. يعني احنا لما خسرنا من سيمبا وحشين، لكن بكل مقاييس الكرة مفيش. ما تجيش تقول لي عشان طلعت مش عارف مين ونزلت مين كان أحسن. إيه كل ده؟ مال ومال انك تضيع 20 فرصة. زائد كمان لما يجي عدم التوفيق المزعج من الحكم في الوقت القاتل بلعبة غريبة جدا تدخلك في حسبة من أعجب ما يكون، من ضمنها المشكلة اللي انت هتشرحها. طيب الأزمة الجديدة في الكاف خاصة بالمجموعة الأولى في دوري الأبطال، الاتحاد الأفريقي جاله جواب من نادي سيمبا التنزاني. سيمبا تعادل مع المريخ في الخرطوم او في ام درمان 0-0، فبقت
النتيجه مش في صالح الفريق التنزاني اللي هو اصلا متصدر المجموعه، عنده ست نقط غير هذه المباراه، فاصبح سبعه. سيمبا قال له المريخ اشرك ثلاث لعيبه موقوفين من الاتحاد السوداني ما كان يجب ان يشاركوا، اللي هم رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس. الثلاث لعيبه دول في 9-2 يعني بالظبط تاني يوم لمباراتهم مع الاهلي، يعني مباراه الاهلي مع المريخ كانت 8 فبراير، 9 فبراير كان قرار لجنه الاتحاد السوداني لجنه الانضباط في اجتماعها رقم 56 بايقاف الثلاث لعيبه. الثلاث لعيبه دول الاتحاد السوداني قال انه ثبت انه دول كانوا موقعين للهلال، فبالتالي اللعيبه موقعه لناديين، فتقرر ايقافهم 6 شهور عن مزاوله اي نشاط. حتى هو قايل في الاخر الايقاف عن مزاوله اي نشاط رياضي لمده 6 اشهر من تاريخ اعتمادهم لنادي المريخ الخرطوم بتاريخ 21/1/2021. ده قرار الاتحاد السوداني لكره القدم، وبالتالي كان المفروض ما يشاركوش. حصل لغط في السودان قبل مباراه سيمبا والمريخ، يشاركوا ولا ما يشاركوش. فالمدرب النابي المدرب التونسي قبل الاستغناء عنه، يعني دي كانت اخر مباراه ليه، كان متردد يلعبهم ولا ما يلعبهمش. رئيس نادي المريخ الاستاذ ادم سوداكال بعد جواب رسمي للمدير الفني قال له لعبهم، وادي نص الخطاب زي ما نشرته الصفحه الرسميه لنادي المريخ على الفيسبوك، صوره قرار رئيس النادي في خطاب لمدرب الفريق وقتها نصر الدين النابي يبلغه فيها بقانونية موقف الفريق في حال إشراك الثلاثي الموقوف رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس. طيب إذن المدرب أشركهم بناء على موافقة رئيس النادي وبعد بحث الأمر القانوني من وجهة نظر رئيس النادي. سيمبا قال لك لا، آدي جواب الاتحاد السوداني إنه دول موقوفين. هنا سيمبا لجأ للكاف. قدام الاتحاد الأفريقي أكتر من خيار، إما باشمهندس أن يعتمد مخالفة المريخ. لا 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 لا، قبل ما تقول مخالفة المريخ أنت كده بتصدر حكم. ما أنا هقول لك الثلاث حالات. لا 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 لا، الأول نشوف في مخالفة ولا ما فيش مخالفة. لازم نقول إحنا احتمالات اللوائح بتقول إيه. طيب الاتحاد السوداني قال في مخالفة. يا سلام يا إبراهيم. مؤمن زكريا لما جه من الزمالك موقع للناديين، اعتبروا الاتحاد المصري موقع للناديين. مع ان ما كانش صح لكن اعتبروا، اتوقف شهر. هل اتمنع من النشاط الدولي والافريقي؟ حسب لوائحك انت الداخليه بتقول ايه؟ ابلغت الاتحاد الافريقي ولا ما ابلغتوش؟ لو خد الاحتمالات بقى، مش هنقعد نتكلم من منطق سيمبا منطق الخرطوم، انما هنقول ايه؟ هنقول لو ان الاتحاد الافريقي الاتحاد السوداني ابلغ الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي ان الناس دي موقوفه مخالفه صريحه ولا يحق لهم المشاركه. لو لم يبلغوا هيعتبروا شان داخلي. انا بكلمك على اللوائح، ماليش دعوه الضغوط هتوصلنا لايه. لان الاتحاد الافريقي انا ما سالتش الاتحاد الافريقي. طيب الاتحاد الافريقي قال لا يحطوا في الحاله ديت اعتبار الفريق المخالف مهزوم 3-0. صدر قرار؟ ده نص اللائحه وما طلعش حاجه. يا عم ايوه، امتى يا استاذ ابراهيم؟ تاني، لو ان الاتحاد المحلي ابلغ الاتحاد الاقليمي ان دول موقوفين يبقى لو اشتركوا يبقى غلط. طب ما ابلغنيش انه موقوفين يبقى شأني داخلي. طب افرض ان اللائحه السودانيه، اصل ده مش موقوف من قبل الاتحاد الدولي في 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 نشاط دولي او من الاتحاد الافريقي في نشاط افريقي، ده اتحادات محليه. انت لما توقف اللعيب عندك بيمنع من النشاط الدولي؟ مصر ما اشركتش لعيبه موقوفه محليا في الماتشات الدوليه؟ طبعا اشركنا، وكان بيتهيمن بيقول ان اللعيب الموقوف محليا موقوف محليا الا اذا اختار هذه الاعراف وهذه هي اللوائح المتبعه سابقا. هيحصل ايه؟ انا ما بقولكش ان ده ممكن جدا الاتحاد الافريقي، اصلا الواقعه بتفاصيلها هيبحث فيها وهيحقق فيها وضروري هيستحضر. هو طب تعالى ما نرجع نشوف جواب رئيس النادي اللي بيقول المدرب اشركهم بعد دراسه الامر من الناحيه القانونيه. يبقى هو لجأ للاتحاد الايه؟
لجا لاي قانونيين سواء الاتحاد الافريقي او غيرهم، لجا القانونيين وبناء عليه خد مش قانونيين بس ضروري استشرف راي الاتحاد السوداني. انت صاحب الشأن، هو الايقاف جاي منين؟ من الاتحاد هيقول له العبهم ولا ما العبهمش؟ الطبيعي اذا غير كده يبقى غير طبيعي، يبقى درس مين مع محامي قال له صاحبه؟ طيب. لا اذا الاتحاد الافريقي قدامه منه ثلاث خيارات. الخيار الاولاني ان يقبل احتجاج سيمبا او يرفضه من حيث المبدا. اذا رفض واعتبر الامر شان داخلي لانه الكاف لم يبلغ باعتماد العقوبه زي ما المهندس عادل بيقول لك، يبقى الامر كان لم يكن واعتماد نتيجه المباراه كما انتهت الي في الملعب اللي هي التعادل. ده في حال قرار الكاف في رفض احتجاج سيمبا. طب اذا قبل احتجاج سيمبا، ده الخيار الثاني، ده ينقلنا بقى هيعمل ايه في نتيجه المباراه؟ هل هيعتبر المريخ مهزوم فقط في هذه المباراه 3-0؟ هل هيستبعد المريخ من البطوله خالص ويكتفي بمجموعه ثلاثيه؟ بتحصل حالات كتيره جدا يستبعد الفريق. طب ما تيجي بقى ناخد احتمال احتمال. هل من العدل انك انت تخطر ان اللعيبه دي موقوفه قبل ماتشات معينه بالنسبه للخرطوم؟ يعني خد بالك ما لعبوش كويس. ايوه، ما هو من الاول ده دليل ان ده شان داخلي. هم عملوا حاجه في الفتره ما بين عدم مشاركتهم مع الاهلي ومع فيتا. لا، ده هو مساله قيد، خلاف على قيد في بدايه الموسم. والدليل على كده انهم اتأيدوا في القائمه الافريقيه مسبقا بتاع فيتا بتاعه الخرطوم المريخ. في الاتحاد الافريقي. يبقى قيدهم كان سليم ولا كان غلط؟ سليم، كان سليم. يبقى الاتحاد السوداني لما يجي يقول للناس دي ممكن تلعبوا، هو درس الموضوع، هو تحفظ في الاول، خاف. خلينا نقول ما فيش تاكيد ان الاتحاد السوداني وافق على اشراكهم ولا لا. هو رئيس النادي اللي قال للمدرب يلعبوا، مش اشراكهم انا. ماليش دعوه وافق. طب افرض الاتحاد السوداني ابلغ الاتحاد الافريقي ان دول موقوفين، ما يقدرش حتى الاتحاد السوداني يقول له شاركوا. انت فاهم قصدي؟ العبره بايه؟ ما هيش مزاجيه. يعني ما هي مش عايزين نصورها ان ناس قاعده بتتفق مع بعضها. الاتحاد السوداني لو اوقفهم محليا ولم يخطر الاتحاد الاقليمي والاتحاد الدولي، يبقى لا يسري الايقاف على الاتحاد الاقليمي وعلى الاتحاد الدولي. اللوائح كده يا استاذ ابراهيم، وحصلت لنا كتير هنا في مصر. طيب لو اخطر الاتحاد الافريقي ما يقدرش يقول له لعبه. يعني المساله مش كده، مش ان ناس. انت العبره الايقاف كان محلي ولا كان اقليمي ودولي؟ هو نص القرار عن مزاوله اي نشاط رياضي. خلاص يا ابراهيم. لا انا بقول لك النص الموجود. النص الموجود مزاوله اي نشاط، ما بعتش للكاف نشاط. اي نشاط فين؟ في محيطي. ولا لو هو عايز يصعد الايقاف كان لازم يخطر الكاف. طب هو ليه ما اختارش الكاف انهم موقوفين؟ عشان مش عايز يصعد، عايز يعتبر ان دي مخالفه داخليه للائحه داخليه تخص الاتحاد السوداني اللي هو ساعات يحكم في دي وممكن ما يحكمش. يعني هو الجواب ده اصلا كونه وصل لسيمبا يبقى في حد بعته من ال... لا ما هي واضح ان كانت ازمه مثاره في الاعلام، لان أيوة هي طبعا بين الهلال والمريخ. نص الجواب نص الجواب اللي بعته رئيس النادي للمدرب بتاعه دي مش مؤكد ان المدرب قال له لا احميني بقى عشان ما بقاش انا اللي مؤكد ان حد خد البتاعه دي وبعتها. لا هو المريخ حط القرار على صفحته، حط جواب المدرب الرئيس النادي للمدرب حطه على صفحته الرسميه، ما يعني شرعيه المشاركه. طب ده واحد واثق قوي من انا مش عايز احكم او ده الجواب. طيب او القرار بتاعك انت، ما انت جبت سيرته. انا مش بناقش الجواب، انا بناقش الوضع كله. هنعتبر ان الايقاف سليم بناء على لائحة الاتحاد السوداني، لم يخطر به الاتحاد الافريقي او اخطر به. لو اخطر به الاتحاد الافريقي يبقى المشاركة طبعا غلط. لو لم يخطر به الاتحاد الافريقي يبقى انت واقفه في محيطك، في محيط النشاط اللي انت مشرف عليه. طيب علاقة الاهلي بكل الحدوتة دي ايه؟ ده رأيي ويحتمل الخطأ والصواب. طبعا علاقة الاهلي بالحدوتة دي ايه بقى؟ لو الاتحاد الافريقي رفض احتجاج سيمبا يبقى الامر كما هو، ترتيب المجموعه زي ما هو. طيب لو قبل احتجاج سيمبا وعاقب المريخ على هذه المباراه فقط، اعتبره مهزوم في هذه المباراه،
من سيمبا، هيبقى سيمبا بقى 9 نقاط وكده قرب كتير جدا من التأهل، والمريخ لا شيء من النقاط، هزيمة في الـ3 مباريات، يبقى تقريبا فرصه في التأهل بتتلاشى. طب علاقة الأهلي فيما لو بقى القرار تم سريانه على كل مشاركات المريخ واستبعاده، ده لو حصل هي هيبقى الأهلي عنده نقطة، فيتا كلاب عنده نقطة، و سيمبا عنده 6 نقاط، يبقى المجموعة هيعاد ترتيبها. لا هي أو بنفس النسق، لأن فيتا هيرجع للمواجهة، هو متعادل معاك 2-2 في ملعبك، عنده أفضلية. لكن هيبقى تأثير ده في الدور الثاني إيه؟ إنه بقوا 3 فرق، كل فرقة هتلعب مباراتين، وفي جولة كل فرقة هتريح، يعني هيبقى الجولة الجاية إذا كان الأهلي بيلعب مع فيتا، سيمبا هيقعد مريح، الجولة اللي بعديها فيتا بيلعب مع سيمبا والأهلي مريح، الجولة الأخيرة الأهلي بيلعب مع سيمبا وفيتا هو اللي مريح. ده في حال لو استبعد الخرطوم أو المريخ، لكن لو فضل موجود هتبقى زي ما هي، الجولة الجاية للأهلي مع فيتا الكونغولي، واللي بعديها هيكون الأهلي مع المريخ في السودان، والجولة الأخيرة هيكون الأهلي مع سيمبا في القاهرة. ده لو في حال بقاء اللي المريخ. هيستفيد بشكل كبير من هذه سيمبا فقط. لكن الأهلي وفيتا الوضع هو هو، المواجهات المباشرة لصالح فيتا لحد دلوقتي، إلا إذا أنت كسبت هناك. حل الوحيد إن يبقى يعدل لك الموقف ده إنك تكسبه هناك، لكن بخلاف هذا هو المستفيد الأول سيمبا في كل الحالات. سيمبا يعني لو اعتبره هو بس الكسبان هو استفاد، إلا إذا اعتبرت، إلا إذا رفض اعتباره، إلا إذا اعتبرت مباراة سيمبا. ما هي والله لا سيمبا، لأن فيتا هيروح لسيمبا في ملعبه. فيتا هيروح لسيمبا في ملعبه. لو رايح له وهو عايز الماتش، غير لما يروح له وهو مش عايز الماتش. هو يعني في كل الحالات هيبقى فيتا محتاج المباراة في الحالتين. لا زي ما الأهلي محتاج. لا لا، لو الأهلي ما كسبش هناك خلاص هيبقى الأهلي المكسب بتاعه 5 بوينت في حالة استبعاد المريخ، وفيتا هيبقى لا الاهلي هيبقى 4 بونت. بص لو المجموعه استمرت رباعيه، لو انت كسبت فيتا هتبقى 4 بونت وفيتا 1 خلاص، وسيمبا 6 لو بفرض استبعاد نتيجه المريخ. هتبقى انت 6-4-1 في الحاله دي. لو راح فيتا لسيمبا الماتش هيبقى مش فارق مع سيمبا، ما حدش هيجيب 6 بونت غير الاهلي. الاهلي مع سيمبا هنا لو كسبت انت الماتش ده هتلاعب سيمبا وانت عندك 4 وهو عنده 6، يبقى سيمبا هيكون حريص يجي لك على الاقل عنده 7 او 8 او 9، يا 7 يا 9. الميزه الوحيده انك تكسب فيتا هناك ان ماتش سيمبا هيبقى بيحدد جدا مين الفريق اللي هيخش اول ومين الفريق اللي هيخش تاني، الـ3 فرق دي هتبقى معجنه. طب لو اتعادلت انا و انت وفيتا، انا وفيتا مشكله، لان المواجهات المباشره لصالحه، يبقى الحل الوحيد انك تكسبه او تتعادل فوق 2-2. الحل الوحيد ان انا اكسبه، ده يريحني. طب لو ما كسبتوش اتعادلت، هيبقى ماتش مع سيمبا، وماتش مع سيمبا بيحدد مين اللي هيخش الطرف الثالث، يبقى الطرف الثالث هو الحل. في النهايه اللي شبكنا يخلصنا، اللي وصلنا للكلام ده وازاي نقدر نخرج منه بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كمان الاتحاد الافريقي عين الحكم البوتسواني جونشوا بوندو لمباراه الاهلي اللي جايه مع فيتا كلاب يا باشمهندس. ده الحكم اللي طرد ايمن اشرف في مباراه النجم الساحلي الموسم اللي قبل اللي فات، والكاف وقتها اوقفه 3 شهور. ما بقتش فارق معايا، ما قعدوا يقولوا رضوان جيد رضوان جيد وحكم كويس، مش جيد، عمل اغرب قرار يعني مؤثر، اقوى قرار مؤثر في مصير بطول. لان المساله تعرف لو 2-2 هناك ما كانتش هتفرق معايا. انما 2-2 على ارضك ده في وقت قاتل بشكل يعني. الهزيمه يعني تاثيره اكنك خسرت. طيب النهارده الكابتن محمود الخطيب تلقى رساله، وشوفوا بقى قيمه ما بيحدث من نجاحات على ارض الواقع في الاتصال بالكيانات العالمية الكبيرة. فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الأسباني، كان الكابتن خطيب بعت له
خطاب بيتمنى له الشفاء من فيروس كورونا. الراجل شوفي الحمد لله بعد جوابه باشمهندس للكابتن محمود الخطيب بيعبر فيه عن شكره الجزيل. ده الخطاب اللي قدام حضراتكم، بيقول له عزيزي محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، اود ان اعبر عن امتناني لرسالتك الحكيمه، كانت لفته صادقه وطيبه منك. بيقول له نحن نمر بوقت صعب للغايه، كلنا معرضون للوباء. في حالتي انا كنت محظوظا جدا لانني تمكنت من التغلب على هذا الفيروس بسلامه. اود ان اغتنم هذه الفرصه لاهنئكم على كل النجاحات التي حققها ناديكم. وبعدين بيقول له حرفيا الاهلي منظمة رائعة ومرموقة جدا، يجب أن يكون جمهوركم فخور جدا بما تحققونه. والنبي أقول إيه؟ يعني هو قال إيه؟ يجب أن يكون جمهوركم فخور جدا بما تحققونه. وبيقول له نحن سعداء من أجلك لأن لدينا علاقة رائعة مع الأهلي. مرة أخرى شكرا جزيلا لك على لطفك ودعمك، أتمنى لك التوفيق في المستقبل. يعني ريال مدريد لما بيتحدث عن سعادة كل الناس فرونتينو بيريز مش هتلاقي مؤسسة إقليمية أو دولية في 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 على مستوى العالم ما بتديلكش هذا الاحترام وهذا يعني هي شايفة إن أنت بتتصرف باحترافية وباحترام وموجود في وسطيهم عارفينك. جمهورنا يعني الحقيقة يعني أنا بستغرب إن مش عايزين يفرحوا، مش عايزيننا نفرح، نقعد نمسك في ماتش وارد خلاص محدش مبسوط من اللي حصل. لكن اذا كان حصل نقوم نطربق الدنيا ونقول كل حاجه تبقى من اول السطر ونبتدي بقى ندور على حلول جديده ليه. هو في حل. انا قريت جواب ليورجن كلوب موجود معانا. لا اتفضل قول. ده بعد ما خد احسن انا مش عايز اقراه من على او انت طلعه وانا بتكلم. اتفضل. لما خد احسن مدرب في العالم ده من كام شهر وفي نشوه الاحتفال اقول لك ليه. والنبي تقرا لنا. قال في الكلمه اللي القاها بمناسبه تتويبي بقى يورجن كلوب حتى وهو متعسر اليومين دول، لكن وهو بياخد احسن مدرب قال ايه؟ قال كلام معبر جدا. كره القدم مجرد لعبه يستمتع بها الناس نهايه الاسبوع، لا شيء يمكن ان تضيفه غير هذا. لن تحل مشاكل الفقراء واللاجئين، لن توقف حروبا ولن تأتي بالديمقراطية. نتلقى أموالا كثيرة لننسي الناس تعاستهم لتسعين دقيقة، ندفعهم ليصرخوا ويهتفوا حتى يهدأوا وينفسوا عن جوفهم المضطرب. نؤدي وظيفة فقط وعلى الناس العودة لحياتهم بمجرد سماع صافرة الحكم. الحياة لا تتوقف على كرة من الجلد. طيب الكلام ده قاله امتى؟ وهو في ذروة النجاح. احسن مدرب في العالم وفريقه حصد البطولات المحلية والدولية والاقليمية. طب لما الراجل ده يقول كده في ذروة كان ما كانش عارف لسه النكسة اللي هتجيله، لكن عارف ان كرة القدم فيها ده وفيها ده، وعارف ان يقول للناس خلوها لعبة بتستمتعوا بيها. ما بقيناش نستمتع بكرة القدم، ربطناها بحياتنا بشكل مخيف، ربطناها ان احنا نفضل نغيص في بعض، ربطناها ان احنا نفضل نزهو على بعض. ممكن يبقى في اطار الدعابه ده مقبول، ممكن في اطار محدود وتروح زي ما بيقول لك تتبه لحياتك وتتبه. قال لك عيشها 90 دقيقه وفيها سعاده وفيها تعاسه. الحمد لله كل من ينتمي النادي الاهلي لحظات السعاده 80% وتزيد او تزيد ولحظات وبيبقى كل لحظات الفشل اللي هي بتسبب لك نكد وانا وانت منهم. ايوه محدش يتاجر على خوفنا حبنا على الاهلي. ده احنا يا راجل بنخاف نتفرج على الماتش من كتر التوتر ومن كتر الحرص، لكن بنحبه بالطريقه اللي تضيف اليه مش اللي تسحب منه. أيوه. ان انا باستمرار اسحب رصيد المسؤول بمجرد ما يعملش حاجه على مزاجي. مش منطق يعني. وانت لو عملت استفتاء هتجد 90% من جمهورك متفق معاك، لكن في مجموعه بياخدها الحماس، بياخدها ان حد بيوجههم او مضايقهم في محيطهم بان الاهلي لما يخسر فيبقى هو كمان متضايق منك لما تخسر. مش كده. وبعدين لازم نعي ان احنا بندي هديه للمنافس مجانيه،
ان انت بتكسر له في الفرقه، بتكسر له في الفرقه، بتخرجه. هو عنده مشاكل مش موجوده عندك. فانت خلاص بتاخد المشاكل عندك، انت بتتبرع ان الناس تناقش مشاكل عنه. مش مشاكل، هو في نفس المشاكل واكتر. خلينا نحب الاهلي تاني وتالت ورابع كما وجدناه. واحنا حبيناه ليه؟ انا قلت لابننا اللي كان بيناقشني النهارده، وبرضو انا ركبت مع سواء اسمه الحاج محمد هلال سواء تاكس من يومين. الراجل نموذج رائع، متابع البرنامج وبيقول لي انا والله مش مصدق، المهم انك معايا فرصه، وابتدى يتكلم الراجل. بس عنده نضج في الحوار يا استاذ ابراهيم، بحييه عليه. وبعدين اتكلم بشكل موضوعي في النهايه، اتفق معايا. لا ده الاهلي احنا في نعمه، في لحظات ما بنبقاش موافقين عليها، بس انا موافق يا باشمهندس ان ما ندربكش الدنيا. نموذج لان راجل بسيط، هو عنده حاجه و50 سنه وبيقول لي كان مديني توصيه، بيقول لي انا بشتغل الساعه 7 8 اروح البيت اتعشى وانام عشان اصلي الفجر والحق اشوف الاعاده معاكم في وقت الفجر، اتفرج الفجر الاعاده. واخد بالك؟ فكان حتى بيقول ان في برامج تانية زي خط احمر بتاع عايز يتابعها، مواعيدها ما تناسبش شغله. قلت له دي مش في ايد حد، دي كلها ليها علاقه بالاداره والرعاه وكده. لكنه نقلت صوته. فانا عايز اقول لك الى الاهلي مؤثر في حياه الناس البسيطه والغير بسيطه، وكل المستويات متاثره. صحيح. لكن مش معنى كده ان احنا على طول حاطين نفسنا مكان المسؤول. صعبه صعبه، خصوصا ما فيش اتفاق. يعني انت لما تتكلم وتقول الجمهور، مين هو؟ انا وحضرتك ولا الاخرين؟ صحيح. فاهمني؟ معلش بنطول في الحته دي بس هي مهمه. طيب بمناسبه بقى ريال مدريد، كمان النادي الاهلي بعت تهنئه لاخوان لابورتا رئيس نادي برشلونه بمناسبه اعاده انتخابه. بقى رجع لابورتا رئيس برشلونه. ايوه رجع لابورتا رئيسا لبرشلونه علشان يحتدم الصراع التاريخي والكبير بين ريال مدريد فلورنتينو بيريز مع اخوان لابورتا برشلونه. لابورتا نجح يا جماعه، لابورتا نجح ب 54.5% من الاصوات. لابورتا كان رئيس برشلونه 2006 لما كنا مع بعض، لما خدنا ثالث العالم. ايوه. وكان له وجهه نظر في النادي الاهلي انه كان الاقدر بالمباراه النهائيه. ايوه. اثنين، هو كان رئيس البعثه اللي جت لنا نحتفل بالمئويه. ايوه. في مصر، تربطه بالنادي الاهلي وبمصر علاقات طيبه. مبروك له. اذا هي دي القيمه بقى، هي دي القيمه. انتم شايفين على مستوى قيمه النادي الاهلي، اذا كان فلورنتينو بيريز بيشكر الكابتن محمود الخطيب ويقول له ان احنا سعداء بالانجازات اللي انتم بتحققوها، وشايفين ان الاهلي مؤسسه رائعه جدا ومرموقه للغايه، وعلى جمهوركم ان يفخر بما يتحقق. ثم اخوان لابورتا والاهلي بيهنيه بمناسبه انتخابه وعودته لرئاسه البارسا من جديد. طيب اذا شفنا اللي فات كله في مقال ومقال وازمه الكاف وتداعياتها، لكن كلام كثير مهم في الغربال. صدق ويجب ان تصدق، مباراه تخلص برقم قياسي من الاهداف واذا بها تنتهي 2-2 يا باشمهندس. اللي شاف المباراه الاهلي وفيتا كلاب اعتبرها نموذج للمباريات، مباريات الفرص الضائعه. مباراه مخيبه للامال. مزعجه جدا جدا جدا. طبعا كالعاده انا بشجاعتي ما بتفرجش، لكن بقلب كل شويه اعرف النتيجه. أيوة. فوجئت ان الشوط الاول في اللحظات الاخيره استقبل الاهلي هدفا تقريبا من ثاني هجمه او اول هجمه. ايوه. هذه النكد. لكن في الهاف تايم لقيت من تعليقات الجماهير قدر كبير من التفاؤل. الاهلي بيلعب مباراه جيده وطيبه، لكن ايه تضييع الفرص دي؟ في غضب، لكن غضب فيه تفاؤل. أيوة. لكن هنكسب 3-1. أيوة. الشوط الثاني. ايوه. وبعدين جون في الثاني في دقيقتين، مفيش اجمل من كده بقى. وبعدين انا بيني وبينك استر يا رب، استر يا رب، استر يا رب، بقلب لقيت واحد بيقول والله ما ضربه جزاء يا اخوانا، حرام عليك. ف يعني دقيقه 88 ضرب جزاء على النادي الاهلي، اجمع الجميع بما فيهم، حتى لما طلع كابتن نادي فيتا يتكلم ما اجزمش، قال هو الحكم حسبها، احنا يعني استفدنا منها وكويس،
شايفين انها ضربه جزاء، لكن حتى لو ما هياش ضربه جزاء كره القدم تحتمل. اذا ما قالش ضربه جزاء مؤكده. كره القدم فيها يجهزك انه ما حصلش تلامس اصلا يعني. ده والكره بره 100 حاجه يعني تخليك واضح ان هو ما شافهاش. هو كان بينه وبين اللعيب لعيب، الصوره لو جت من بعيد هتشوف الكلام ده. اهو بيسقط من غير ما حتى عمرو سلية يلمسه. لحظه السقوط ما فيش حاجه. يعني حاجه غريبه جدا. ما علينا، وهو دي كانت يعني بدايه السقوط من بره ودخل. ما علينا، اتحسبت بقى امرنا لله واتحطينا في هذا الموقف. تعتبر من الايام الغير يعني مفهومه ودراما عاليه جدا زي ما قال موسيماني، وشيء لا يصدقه عقل. لكن اللعيبه بقى في رسائل زي ما قلت، رساله للجمهور، لازم نقول رساله للعيبه يا استاذ ابراهيم. يا جماعه تضيع الفرص بيبقى لعده اسباب، بتبقى عامل اللي عليك، بتتصرف صح مفيش توفيق، او بتتصرف بقرار خاطئ مره واثنين وثلاثه عندك قدر كبير من المسؤوليه. وانت في اللحظات الاخيره بعد المتابعه والدراسه اتضح ان كان في اكتر من قرار، غير ان الناس تشوط لو بصيتها لبعضها جوه ال 18 كنا جبنا جوان حتى بعد التعادل. ايوه. اذا خلينا نقول، هو احنا هنصدق بقى الكلام اللي بيتكتب علينا في السوشيال ميديا وهنعيش الفيلم ده مع جماهيرنا؟ وهنا ده اللي بقوله، ما مش عايزين يعني، انا مش ما اقدرش اغير دماغ الجمهور، ما ينفعش، لان الجمهور قلنا شرايح كتيره وثقافات مختلفه وشخصيات، بعضها الانفعالي، بعضها الهادي، بعضها العقلاني، بعضها العاطفي. فمش هقدر ان انا اغير في اما اقول له النبي ما تكتبش بالطريقه الفلانيه عشان تساعد فرقتك، لا تهلل قوي. اللي على فكره اللي بيهلل قوي بيضر فرقته بنفس القدر من اللي بيهاجم. لان لما عايش انا لعيب بقاله شهر القاضيه 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 القاضيه، عايز يكررها من غير ما يحس، ما بتهموش بحاجه، لكن من غير ما يحس بيحس ان هو بقى لو جاب يجدد القاضي. لا، خلينا نلعب كره طبيعيه بقى، لان الكره الطبيعيه بتقول لما اكون هنا اباصي كده للي اضمن، او لو في زحمه الموقف الاسهل، او في زحمه اخد القرار من اول لمسه، اشوط مره واحده في الدربكه. محمد شريف عمل كده وجاب الجول، يعني خد القرار عمل كده. بالمناسبه قفشه في التشكيل المثالي اللي كان في الجوله ديت عمل ماتش هايل. بس احنا بنتكلم احيانا القرارات. يبقى انا نصيحتي بقى، مش قادر انصح اللاعب غير انه ما تتاثرش بالسوشيال ميديا. صعبه؟ صعبه، ليها طريقتين، يا ما تابعش ورايح دماغي، لان زي ما بيشيد بيا الجمهور هو اللي هينتقدني، هو وبنفس حماس الاشاده هيبقى حماس الانتقاد. ليه لا؟ هو ده جمهور عاطفي بيبلغ ذروته مع كل حدث. فانت يا ما تتابعش خالص، ده الافضل وهو الاصعب، او تتابع وتفهم ان زي الاشاده ما بتيجي النقد اللاذع المؤذي المتعب بيجي. طب وانت الحل بقى هنا ايه؟ تبقى الشخصيه القويه، ما تفرحش قوي بالاشاده، ما تزعلش قوي من النقد. ده كان صالح سليم يقوله لي. يا عدلي انا ما بفرحش ان الناس تهتف لي بشكل شخصي مبالغ فيه، لان عارف انهم هينتقدوني بشكل شخصي مبالغ فيه. فلا بفرح قوي ولا بزعل قوي. التعادل انا بكون صادق مع نفسي، احاسب نفسي. يا ريت نعمل كده. طب ده كلام مهم جدا، كلام مهم للغايه. ازاي تقدر الناس فعلا تستقبل كل الاحداث بعقلانيه شويه بدون تهليل او تهويل؟ لكن لفتت الانتباه للعيبه اللي المهندس عدلي قالها محتاجه فعلا التاكيد عليها. محدش يجي يقول للخواجه غلط وعدل وسوى وغير وبدل. الخواجه اختار سيناريو للمباراه، اختار تشكيل للمباراه، اعتمد استراتيجيه للعب، خلقت كل هذه الفرص غير المسبوقه. ماتشات كتيره الاهلي بيلعبها مع فرق ممكن تكون في الدوري المصري اقل بكتير جدا في قوتها من فيتا كلوب الكونغولي. ما بيحصلش للاهلي كل هذا الكم من الفرص. ليه؟ اذا ده يحسب لموسيماني وجهازه الفني، انه الراجل درس المنافس بشكل كويس قوي، استغل نقاط الضعف بتاعته كويسه جدا، اختار اسلوب لعب مكن الاهلي من كل هذه السيطره لدرجه انه يتاح ليه في الشوط الاول فرص حقيقيه للتسجيل
مباراة تخلص 7-8 في الشوط الأول فقط. إذن الخطأ فين؟ أنا شخصيا ما بملش كتير لحتة أصل البخت مش معانا وغياب التوفيق. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. خد القرار الصح ونفذ الصح. كل الأسباب غالبا بالظبط اعتلها وتوكل. لا دي قاعدة. إنما أنا أكون في بوزيشن مش مناسب إن أنا أسجل وزميل في مكان أفضل. فأنا اللي أتصرف. قرار يتأخر سنة فشوط تيجي في رجل لاعب. كل ديت تتعلق بقرارات خاطئة داخل البوكس. لو اللعيبة وده أتمنى لأنه أنا حتى لما قلت لكم قبل الفاصل اللي شبكنا يخلصنا. دي لعيبة لعبت في كأس العالم للأندية وصلت لثالث بطولة العالم. خدت بطولة أفريقيا بجدارة. عملت سيزون اللي فات بكل الأرقام المدهشة جدا. ما هياش صعب عليها لا فيتا ولا بيتا ولا كل الكلام ده. شرط إن احنا نركز. شرط إن احنا نثق في قدراتنا. شرط إن احنا نبقى عارفين إنه مباراة كنشاسا اللي جاية هي مفتاح البطولة بإذن الله تعالى. بعيدا عن كل الحسابات اللي أنا هقولها لكم دلوقتي، الفوز بإذن الله على فيتا كلاب في كنشاسا يريحنا من كل هذه الحسابات يا باشمهندس. نتمنى، بس برضو لازم نكون واقعيين. أنا لست من دعاة التهيئة، يعني أنا كده مش بهيئ للنتيجة، لكن بقول في الظروف السهلة اللي هنا ما كانش لا في توفيق. لازم أعمل حساب نسبة التوفيق، لأنك التوفيق مثلا إن الحكم ما يكونش موفق، ما هو ده أثر على نتيجة المباراة. ده خطأ منه. التوفيق من عناصر كتيرة. أنت على ظروف مثالية على أرضك لأسباب عديدة، مش من ضمنها المستوى الفني. مستواك أعلى بكتير في هذه المباراة. مش بالضرورة يكون مستواك هناك كده. ليه؟ هتلعب في حرارة، هتلعب على أرض نجيل صناعي. هتقول لي أتمرن الظهر على أرض نجيل صناعي؟ اتمرن على أرض نجيل صناعي، لكن هرجع لنصيحة فايسر مش الظهر. نصيحة فايسر كانت بتقول لما تتمرن الظهر أنت بتستهلك فرقتك، مخزونك، يعني ما بتقدرش تمرنه بكامل الطاقة. لكن أنت لما تمرن بالليل حتى لو لعبت الظهر هتستحمل. مش محتاجة دي وجهة نظر. على فكرة دي مدارس. يا ريت دكتور يقول لنا ايه الصح. بس انا بفكر بسيناريوهات سمعتها. هل نتمرن الظهر على نجيل صناعي من هنا لميعاد المباراة، ولا الاحسن نتمرن بالليل على نجيل صناعي وقت المباراة؟ لكن التدريب على نجيل صناعي ده لازم اعتقد، لان النجيل الصناعي بيخلي الكرة اسرع، بيخليها اكثر سخونة. يعني نجيل صناعي بيطلع منه حرارة. وهو المدرب بتاعهم قال كده. لا احنا هنلعب في ظروفنا بقى. هو فرحان انه بيستدرجك لملعبه. ورغم كده اللي قادر يخليهم يتعادلوا وهم 35% ولا 28%، 35% استحواذ واحنا 65، بكل الفرص دي ربنا كريم. يخلي لاعبتنا ان شاء الله يكون قدها ودود. على فكره المهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي كتب على صفحته منذ قليل انه اصيب بكورونا. بنتمنى له كل الشفاء للمهندس محمد سراج عضو المجلس باذن الله تعالى. الف سلامه عليه وعلى كل مريض، ربنا يشفي الجميع باذن الله. طيب ختام او نتاج هذه المجموعه، اصبح سيمبا 7 نقاط وفيتا والاهلي 4 نقاط والمريخ نقطه واحده. الجوله اللي جايه فيتا كلاب مع الاهلي يوم الثلاثاء اللي جاي 16 مارس، وسيمبا مع المريخ في تنزانيا برضه في نفس اليوم 16 مارس. يبقى المباراتين يوم الثلاثاء اللي جاي 16 مارس ان شاء الله. الثلاثاء اللي جاي الساعه 3 العصر اللي بعد اسبوع. اللي زي بكره على طول. طب هو انت قريت التشكيل المثالي للجوله؟ قريت محمد هاني وقفش. اصل انا ليا ملاحظه عليه. احنا التشكيل المثالي فيه 2 من الاهلي. ايوه. هاني وقفش. ايوه. وفي 2 من فيتا. ايوه. الجون والفيرود حارس والفيرود مكابي، والدفاع معاذ حداد المولديه، شمس الدين نساف. انا بس انا هبسطها لك. و2 من الوداد. الكعبي، ايوب الكعبي. ووليد الكورتي. وبعدين واحد من سان داونز، واحد من كايزر تشيفز، واحد من الترجي محمد علي، الترجي، واحد من مولوديه، واحد من شباب بلوزداد. ايه اللي هو خسران
مش هو اللي خسر خمسه من مين اللي خسر خمسه؟ بلوزداد اظن، مش المولوديه، شباب بلوزداد. واخدين منه واحد في التشكيله في الدفاع. وقفشه احسن لاعب في الجوله، وقفشه احسن لاعب في الجوله. ده يقول لك ان احسن اربع لعيبه في التشكيل المثالي موجودين في مجموعتنا قدام الفرقتين اللي لعبوا مع بعض، وهذا يعطي قيمه كبيره ايضا للمباراه القادمه. صحيح. المجموعه الثانيه مازيمبي خسر من صن داونز 2-1، وشباب بلوزداد مع الهلال السوداني 1-1. فالترتيب اصبح صن داونز 9 نقاط، مازيمبي نقطتين، والهلال نقطتين، وبلوزداد نقطتين. المجموعه الثانيه مشتبكه جدا بخلاف صن داونز اللي ابتعد بالصداره. الجوله اللي جايه صن داونز ومازيمبي في صدام يوم 16 مارس ايضا، والهلال وشباب بلوزداد في صدام عربي ايضا يوم الثلاث 16 مارس. المجموعه الثالثه الوداد كسب حوريا كوناكري الغيني 2-0، وكايزر تشيفز كسب بترو اتلتيكو الانجولي 2-0. اصبح الوداد عنده 9 نقاط وحوريا عنده 4 زي كايزر تشيفز، وبترو اتلتيكو 0. الجوله اللي جايه حوريا هيستقبل الوداد يوم الثلاث، وبترو اتلتيكو هيستقبل كايزر تشيفز في نفس اليوم. المجموعه الرابعه اللي فيها الزمالك، الترجي كسب الزمالك 3-1، وتونجيس السنغالي خسر من المولوديه 1-0 في السنغال. اصبح الترجي الاول بسبع نقاط، المولوديه 5، والزمالك نقطتين، وتونجيس السنغالي نقطه واحده خدها من تعادله مع الزمالك. الزمالك مع الترجي يوم الثلاث، يعني يوم الثلاث 16 مارس كل المباريات بقى. الزمالك بيلعب مع الترجي في القاهره، والمولوديه بيستقبل تونجيس في الجزائر في نفس اليوم. انت عارف يا استاذ ابراهيم ان يسيبك من النقاط، انت لما تشوف نقاط كده تقول النقاط، ما هو بين الزمالك والمولوديه، لو الزمالك كسب المولوديه بس هو هيلعب الترجي الاول. تعرف لو هيلعب المولوديه دلوقتي يبقى الفرص احسن. ايوه. لكن لو لعب الترجي هو يعني عايز يكسب برضه الماتشين ورا بعض. بس المولوديه كمان في الجزائر. معلش بس عايز يكسب، ما هو ما كسبش المولوديه، هو اللي ما كسبش الترجي هنا خلاص. لا، ولو ما كسبش الترجي هنا خلاص، بس هو افرض كسب الترجي وده على الارجح. لكن لو ما كسبش المولوديه هناك مفيش فرصه. خلاص برضو عنده مباراه اخيره مع تونجيس السنغالي. معلش هيبقى يعني لو كسب ماتشين من الثلاثه تقصد. طب لو كسب ماتشين عنده، هيبقى عنده 6 نقاط ونقطتين بقى 8. طب لو المولوديه كسب ماتشين، ما الزمالك محتاج حله يكسب ماتشين، المولوديه والترجي. ايوه، عشان يبقى التأثير عليهم مباشره، وبعد كده تونجيت بقى يبقى هو حل الحل. ما هو تونجيت واضح ان هو هيبقى حصلت المجموعه للطرفين التانيين. طيب ده يمكن الموقف في المجموعات كلها عشان تشوفوا قد ايه دوري الابطال صعب. وكان تونجيت ده عمل ماتش كبير مع الترجي. الترجي غلبه بصعوبه 2-1. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف كتير من الآراء حول هذه المباراة اللي تستحق أن تحمل عنوان صدق ويجب أن تصدق. أهلا بحضراتكم من جديد. لأنها فترة البطولات المتقاطعة، تطلع من الماتش فتركز في المباراة اللي بعديها. الأهلي بعد مباراة فيتا بكل ما فيها من تفاصيل كان لازم يستعد بسرعة لمباراة الإسماعيلي اللي هتكون الأربع بإذن الله الساعة 7:30 في استاد برج العرب. الأهلي عمل المسحة الطبية استعدادا لهذه المباراة، والحمد لله المسحة أظهرت سلامة كل اللاعبين، ومستر بيتسو موسيماني اجتمع مع اللعيبة علشان يقول لهم على الفترة اللي فاتت، ويبدأ الكل يستعد لمباراة الإسماعيلي. يعني مباراة، طبعا ما فيش مباراة مش مهمة للأهلي دلوقتي. كل المباريات المؤجلة يعني هو محتاج للفوز عشان يقدر يقرب ويسترد الصدارة. استرداد اللعيبه بقى ده مهم جدا كمان. يعني وليد سليمان وعلي معلول بينفذوا البرنامج التاهيلي ليهم، يمكن وليد مش هيلحق السفريه بتاعه فيتا كلوب، لكن علي معلول ان شاء الله هيكون موجود. صعب يلحق مباراه الاسماعيلي او الخواجه يدفع بيه، لكنه ان شاء الله هيكون جاهز للمشاركه في مباراه فيتا في الكونغو باذن الله. وايمن اشرف اكتفى بجلسه في الجيم لكنه الحمد لله جاهز للمشاركه. وطاهر محمد طاهر هو آخر مرن في الجيم، شكواه من إجهاد خفيف لكن لا يمنع من مشاركته أمام الإسماعيلي.
الجهاز الفني في التمرين اللي انتوا حضراتكم شايفين جانب منه، ركز في بعض التدريبات التخصصيه في الكرات العرضيه والتصويب على المرمى. المباراه 7:30 باذن الله في برج العرب، دي مؤجله من الاسبوع ل 12. الاهلي حتى الان لعب 10 مباريات، حصد 24 نقطه في المركز الثالث. الاسماعيلي متازم في مكان لا يليق ابدا بالدراويش، عنده 14 لعب 14 مباراه، حصد 10 نقاط فقط ويحتل المركز ال 16. غير مفهوم اللي بيحصل في الاسماعيلي الحقيقه، حتى بالمجموعه اللي عنده يستحق مكانه افضل. افضل بكتير. ارجو ان اسماعيل يستعيد بريقه، لانه احد الانديه اللي ليها طعم وعراقه يعني. هنرجع لتفاصيل كتيره مهمه جدا في ملف الدوري، لكن الان كلام كتير بعظمه لسانه قال الحكم اعترف، الجلك الفرج يا باشمهندس. طبعا، لان مش عايزين نركن الى هذا. اعتراف الحكم زي اعتراف الحكم بتاع التشيكي بتاع السوبر. ما تيجي تعد الاعترافات، يعني كابتن جهاد جريشه اهلي وبيراميدز، الاهلي يخرج من الكاس يعتذر عن ضربه جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي. الحكم التشيكي اللي انت بتشير اليه مباراه السوبر ضيع علينا السوبر، اعترف واعتذر. جيد، وضعنا في موقف غير جيد. يعني طب ماشي، هنقول ايه؟ بطولات بتضيع باعتراف. وبعدين الاخطاء على هذا النحو الفج تحدث والفار مش موجود. ايوه، دي بقى النقطه المهمه. وفي كوره مشكوك انها دخلت الجول. ايوه، واخد بالك، الناس مش جايبه سيرتها في الزحمه، ده استكمالا لليوم غير موفق اللي كنا عايشينه. لا، عايز اسالك على فكره الاتحاد الافريقي، دي بطوله كبيره جدا، بطولة مؤهلة لبطولة عالم وجوائزها كبيرة جدا. انت يعني بتستخسر تبدأ تصرف على الفار من دور من دور المجموعات فتأجله للأدوار الإقصائية؟ طب ما انت عندك هذا الدور، في فرق ممكن يعني يتظلم في مباراة زي مباراة الأهلي تؤثر. اي فرقة تتظلم في مباراة تروح، ولو ان الفار لا يحقق العدالة في الاخر برضه، لانه بس فرصة إذا مراجعة. اذا كان الفار فرصة مراجعة حتى على الاقل بتعفي الحكم من المسؤوليه لما يرجع للفار. بالظبط، الا اذا اصر على الخطا بتاعه يعني. وبيبقى الوضع يعني، انا مش عارف كيف تحقق كره القدم العداله بالعنصر البشري اذا لم يكن الضمير هو العادل، ولا تقول لي 100 فار ولا 100 كاميرا. طيب، ايه اللي حصل؟ ليه الاهلي تعادل بهذا الشكل؟ اعتقد كان كلام مهم جدا لمستر بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي. نشوف. النهارده روما. Never seen a match like this. عمري ما شفت مباراة كده. But it's life. ولكن هي دي الحياة. Football life. وكرة القدم هي دي الحياة فيها. And then you learn. And then you. You learn, you accept. وأنت لازم تتقبل ده. Very difficult to accept the game like this. صعب جدا ان تتقبل المباراه بالشكل ده. And very frustrating. And very frustrating. ومباراه سريعه في احداثها. Yeah, you ask yourself how many chances do we need to score to win the match? كم فرصه كانت متاحه لينا ان احنا نسجل اهداف؟ But that's part of football. ولكن ده جزء من كره القدم. Very sad. محزن جدا. But it's reality. ولكن هي دي الحقيقه. So we've got no chance. احنا كده ما عندناش فرصه. But to go to Vita and win. غير ان احنا نروح لفيتا كلوب ونكسب. We put ourselves in that position. حطينا نفسنا في And it's a very difficult position. وده موقف صعب جدا. But I believe in my team. ولكن انا بصدق في الفريق بتاعي. It's not how you start. It's not. How you start. مش هو ده انت مش هي دي البدايه بتاعتك. It's how you end. ازاي بتنهي ازاي؟ So let's see the end of the group. يبقى لازم نشوف نهاية المجموعة ايه. But I believe in my team. ولكن أنا بصدق الفريق بتاعي. طبعا موسيماني في المؤتمر قال كل اللي احنا بنقوله. ولكنه قال من المؤلم أن نعدد الفرق اللي مش عارف الفرص الضايعة، من المؤلم أن نتحدث عن خطأ الحكم، من المؤلم
ولكن انا مؤمن بفريقي. احنا موقفنا صعب ولكن انا عايزين نؤمن بفريقنا ان هو في حاله يكون عنده الرغبه الداخليه وتجاوز اخطائه يستطيع ان يقدم الافضل، وربنا يقدرنا على الظروف الصعبه، وربما الاهلي الذي عودنا انه لا يجيد بقدر ما يجيد في الظروف الصعبه. ده كلام مهم في استدعاء الروح بقى. اللي جاي هيكلمكم على روح عاشها في ظرف كتير قوي وتكرر، وبيأكد انه اللعب للاهلي مش رفاهيه، اللعب للاهلي مسؤوليه. كابتن وائل جمعه نسمع. كابتن وائل، انت قلت كلمه ان الفرص الضائعه بسبب الرعونه، وانا اضيف اليك عدم الخبره، عدم الثقه في النفس من لاعبي النادي الاهلي. يعني زي ما قلنا الرعونه يا احمد في التعامل مع الفرص، الفرص اللي بتجيلك لما الفريق بيوصل لمرمى الفريق المنافس اكتر من مره، اللعيبه بتستسهل ان هي هتفوز بالمباراه. يعني اللعبه دي طبعا مستحيل تكون ضربه جزاء، ولو فيها ركله يعني فاول او شيء تبقى من خارج المنطقه، لان يعني لو فيها دفع او فيها لمسه او فيها شيء، انما حتى ما فيهاش لمسه لما تعادت والكاميرا قربت على اللعبه جدا ما فيهاش اي تلامس بين عمرو سولية وبين يعني لسه ضربة جزاء بالمرة. انما انا اشوف ان ده عقاب الهي للعيبة على الفرص اللي ضاعت بالشكل ده، وده يأكد اهمية الفار لو موجود برضو لعبة زي كده تتلغي. انا قلت لك من في بداية الاستوديو اللعب في الاهلي مش رفاهية، لكن البدلاء سجلوا اليوم. اللعب في الاهلي يا احمد مش رفاهية، مسؤولية. مسؤولية. مسؤولية انت كبيرة. لو ما عندكش المسؤولية هيبقى شكلك زي ما حاصل للعيبة اللي موجودة دلوقتي. يعني المشكلة في عدم ثبات المهاجم الرئيسي في النادي الاهلي؟ لا، المشكلة في عدم استغلال اللعيبة للفرص. انا يعني المشكلة في اللعيبة مش المدرب. ما حملتش المدرب ليه المسؤولية؟ لان المدرب اللعيبة وصلت للجول اكتر من 15 مرة وتبديلاته نجحت وسجلت. كابتن هذه اتفق معك في هذه النقطة. مشكلة لعيبة ليست مشكلة مدرب. أنا قلت لك مشكلة لعيبة في لأن التغييرات بتحصل. المدرب لو عنده لاعب بيسجل له كل مباراة هدفين وثلاثة هيطلعه من الملعب ليه يا أحمد؟ هيبقى هو الأساسي وهو الثابت. المهاجم تركيز وفرصة. شوف الاحصائيات كابتن وائل، يعني الاهلي 29 تسديده مقابل 7 لفيتا كلوب. يعني مفيش مقارنه تماما. الفريق الثاني مش موجود يا احمد، الفريق الثاني ظهر في الكورتين، الكره في الهدف والفرصه اللي انقذها الشناوي. التسديد على المرمى 13 مقابل 5، 13 مقابل 5، فارق كبير جدا في التسديد على المرمى. كل الارقام القياسيه، الركنيات 13 ضربه ركنيه الاهلي، ضربه ركنيه واحده لفيتا كلوب، ارقام كارثيه. طيب هو ركز على نقطتين مهمين جدا. دور المدرب، دور المدرب في ايه؟ أن يضع الخطط اللي تخلي فريقه مسيطر على المباراة وبيصل إلى مرمى الخصم بكفاءة وبيمنع الخطورة على مرمى. واقع المباراة بيقول إيه؟ بيقول إن موسيماني وصل فرقته لهذه المرحلة. هتقولي ما هو دخل فيه جولين، ما هو جولين لأن من هجمة وحيدة دخل جول. والأستاذ إبراهيم وإحنا بنتكلم قال لي بص أنا إحساسي إن الفرص الكتير اللي ضيعناها خلتنا حاسين المباراة سهلة، هنكسب في أي وقت. لأن برضو الفرصة اللي دخلت فينا فيها نوع من عدم التركيز، يعني اللعيب ما يكسرش لجوه أبدا، لازم يكسر لبره، لكن كسر لجوه. فجأة راح داخل بمهارة وشاط الكورة رجعت له هو راح حاطط جوه. برضو حاجة غريبة يعني ما هو الشناوي تصدى، لأن اللي يقول لك الشناوي غلط، لا، الشناوي تصدى الكورة قوية ما يقدرش يعمل فيها أكتر من يحط إيده، مفيش فرصة للتوجيه. واخد بالك؟ فرجعت له هو، ده التوفيق. ضربة الجزاء خلاص مش عايزين نتكلم عليها 100 مرة، مش ضربة جزاء. نقف عند ضربة الجزاء هنا، بس الأول يعني هو عايز يقول إيه؟ موسيماني خلاص عمل اللي عليه، إداني الأسلوب اللي أوصل بيه المرمى الخصم. ما ينفعش إهدار الفرص بهذا الكم وبعدين نرجع نندم عليها في الوقت بدل الضايع اللي بقى فيه توتر. يعني لما لعيب يضيع في الوقت بدل الضايع يمكن تقول ان هو دماغه متسرع يعني او متردد او تعرف يا باشمهندس الموقف بقى حرج. باستمرار اسوأ نتيجه الفرق الواحد. لانه فكره ان انا النتيجه 2-1 ومباراه مفصليه زي كده مهمه جدا، بعد ما جبنا الهدف الثاني لما تتفرج على الثلاث اربع دقائق اللي بعد الهدف الثاني حصل نوع من الاسترخاء والارتياح والاطمئنان، فبدا بقى الكعب وبدا الباص وبدا على طول التركيز بيقل. فاكر ماتش البن الاسيوبي اللي تعادلنا 1-1
وتيجي هنا 2-2 وغالبين 2-1 اه الراجل يجيب جون دبل كيك اه واحنا عمالين نضيع 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 كشري كان جاب الجولين واحنا بنلعب يعني كان ساعتها الكابتن رضا عبد العال اللي بالمناسبه بنتمنى له كل الشفاء ان شاء الله تعالى يا رب. كابتن رضا عبد العال دخل المستشفى بيعمل عمليه قلب مفتوح بنقول له الف سلامه عليه وان شاء الله يرجع بالف سلامه يرجع هناك فينا تاني باذن الله. مستنيين منك فتك يا كابتن رضا سلامه قلبك وحشنا سلامتك يا حبيبي الف سلامه. طيب ده كلام الكابتن وائل جمعه. اللعب للاهلي مش رفاهيه مسؤوليه. ايوه الجمله دي هي اهم جمله. انت بتلعب للاهلي مش عشان من حقك تزهو طبعا انك بتلعب في الاهلي لكن مسؤوليتك اكتر من احساسك بالرفاهيه. دي النقطه المهمه جدا. لكن ايه مدى مسؤوليه بيتسو موسيماني الكابتن رفيق صيفي الجزائري على القناه الناقله للبطوله نشوف رايه في ليه الاهلي تعادل. عندما تلعب بالمهاجمين وتصنع تقريبا كم الفرص في نقول لك الشوط الاول تقريبا 4 أو 5 فرص الشوط الثاني 4 أو 5 فرص ثاني حال التسجيل عندما لا تسجل ليس يعني. المدرب مؤكدة. ليس المدرب عندما لا تسجل بواليا تركيز صحيح في بعض الاحيان اليوم الجماهير تلعب بدون جماهير يعني ما فيش ضغط عليك ولا خاصه الامام يعني المشكله عند اللاعبين اليوم اللي كان ناقص شوف الاحصائيات بالنسبه لفيتا كلوب ثلث فرص ثاني حال التسجيل ثلث فرص هدف ضربه جزاء وضيع هدف يعني نفس اللاعب اللي سجل هدف هو اللي ضيع الهدف لا ليليبو بالنسبه لفيتا كلوب وبالنسبه للاهلي كم الفرصه 20 فرصه انا بقول لك 20 فرصه هدف النهارده هذا راجع للمهاجمين طيب يعني انتم تتفقوا ان المشكله لاعبين مشكله لعيبه يا احمد السيطره لا تليف صحيح نسبه الاستحواذ 68-32 سيطر في كل على كل انحاء المباراه سيطر في الاستحواذ سيطر في الفرص سيطر في صناعه اللعب في كل شيء سيطر النقطه الوحيده اللي ما سيطرش فيها لم يعني لم يترجم الفرص الكثيره التي اتيحت له لم يترجمها بالاهداف كانت ممكن اليوم المباراه تكون 6-2 كلام بيؤكد على كل الكلام بيقول لك كان تخلص 6-0 بالراحه هو المدرب بتاع فيتا قال كده كنا نخسر 5 أو 6 يعني هي بس تعالوا لنا بقى يعني هو كمل ايه بس تعالوا لنا بقى في ظروف وهي الحقيقه حتى الناس وهي بتتكلم شفت الكابتن وائل جمعه وهو بيتكلم على ضياع الفرص يا جماعه حاجه زي كده ملهاش سبب واحد هو بيقول فاحمد فؤاد بيقول له لا الخبره لا الرعونه هي هو مفيش سبب واحد طبعا تجمعت الاسباب في سبب هتلاقيه باستمرار مثلا في خطأ في التصرف في خطأ في القرار وتوقيت القرار في خطأ في قلة خبرة في خطأ في حتة أنانية شوية يعني لكل فرصة ضاعت سبب وفي ناس عملت اللي عليها والكرة طاشت ما توعدش لكن في النهاية اعقلها وتوكل لازم نبقى مدركين ان في أخطاء أدت إلى ضياع كل هذه الفرص تعرف زي سواقة العربية سواقين كتير شاطرين ومركب معاهم يعني حاسس ان الطريق جميل كل يوم متحكم قوي قلت له طب وماذا عن اخطاء الاخرين اخر بقى هتعمل ايه واحد غشيم جنبك او بيتخض او واحده ست ما لاي سبب بتتخض هتعمل لها كده هتروح داخله فيك مش شطارتك بس اللي بتحكم بالظبط فضيع كل هذه الفرص لا المدرب عمل اللي عليه ده اللي قاله رفيق صيفي وكمان راي احمد حسام ميدو مهم فرقة فيتا فرقة عادية جدا، الأهلي النهاردة كان ممكن يكسب سكور مريح. صحيح ضربة الجزاء للأهلي اللي جت على الأهلي يعني ما فيهاش حاجة خالص. كرة يعني عمرو السلامة ما لمسش الراجل ما أعرفش الحكم حسبها إزاي قدامه. مش فاهم يعني أنا مش عارف الحكم حسبها إزاي. كرة ما فيهاش أي حاجة، أي حاجة، ما فيش أي حاجة. لكن الاهلي المفروض ان انت في الماتشات اللي زي دي ان انت تبقى كسبان ومتقدم بفرق اهدافين على الاقل عشان لو لا قدر الله حصل لك اي حاجه زي اللي حصلت دي ما يبقاش ايه ما تقعش في مشكله. الاهلي مشكلته الحقيقيه في الثلث الاخير. اللعيب الوحيد اللي يعني تقدر تقول عليه ان هو عامل شكل معين للنادي الاهلي في الثلث الاخير هو اشيه. لعيب محترم. فيتا كلوب فريق عادي يعني فريق ما كسب الماتش اللي فات وكسب وتعتبر نتيجه كويسه جدا بالنسبه له لكن المجموعه دي برده مش سهله مجموعه صعبه مجموعه صعبه ايوه انا هو
حد شايل المجموعه سهله. وعلى فكره كل نتائج المجموعات ما عدا مثلا زي سان داونز والوداد هم اللي مرتاحين، لكن كل الى حد كبير سيمبا، لكن بقيه الفرق كلها لا، في المجاميع كلها صعبه. ولذلك انا كنت بندهش من التعليق اللي كان الناس يقول لك مجموعه سهله ويقعدوا يلقحوا كلام ويلقحوا مش عارف ايه. ده انت لما كنت سالت في مجموعتنا مين الفريق المرشح كان هيقول لك الاهلي وفيتا والمريخ. ما حدش هيجيب سيره سيمبا ده. النهارده سيمبا هو اللي بيطلع لسانه للكل للاسف. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم بعظمه لسانه. اهلا بحضراتكم جديد. شفنا قبل الفاصل الاراء الفنيه في ان اللي حصل فعلا جمله فرص ضايعه ما ينفعش ابدا تضيع بهذا الشكل، لكن لما يكون الحكم بعد المباراه زي ما قال الكابتن احمد شوبير يعترف ويعتذر على انه ضربه جزاء ما كان يجب ان تحتسب منه، لكن يا فرحتي ما اللي حصل حصل. حتى الكابتن احمد الشناوي له راي في اداء الحكم يا باشمهندس. كل الحكام هنشوف دلوقتي اجماع. نشوف راي الكابتن الشناوي. ضربه الجزاء ضربه جزاء ولا لا؟ لا انا شايف ان يعني ركله الجزاء مش موجوده. يعني خلينا نقول حاجه بقى يا كابتن، الحكام دلوقتي معظمها اللي هم الكاتيجوري ايه دول التالكات. يعني حتى رضوان ده بلده بيلعب بتقنيه الفار. وخلاص هم حتى يعني خدوا على تقنيه الفار. لعبة زي دي انا شايف ما فيهاش اي كان هناك التحام، ده الالتحام الطبيعي بين اثنين اي لعيب في كرة قدم. يعني الجري والالتحام بالاقدام ده يعني ما فيهاش مخالفة، ما فيهاش اي حاجة. بعدين خلي بالك اللاعب بيقع ولاعب الاهلي متقدم، يعني اللعيب بيقع مجرد ان التلمس ده بيقع، لكن ما فيهاش اي حاجة خالص. انا شايف ما فيهاش. بص الكره في المتناول الاثنين زي ما انت شايف كده قدامك في الصوره. الاثنين عندهم فرصه متساويه في لعب الكوره. كابتن انا شفت اللقطه كذا مره في الاعاده، ما شفتش اصلا ان السوليه لمسه. ما انا عايز اوصلك حتى لو هناك تلامس اللاعب عنده فرصه في لعب الكره السوليه. وهو اللاعب الثاني اذا خلاص ما دلت، لكن لو النهارده السوليه ما عندوش ادنى فرصه وجاي من الخلف اي تلامس بالشكل ده مع اللاعب اقول لك ماشي، لكن النهارده الفرصه متساويه والسوليه يعني يمكن عنده فرصه اكبر، يمكن 60 ل 40 للعب. طب هو ليه هو ليه المباراه النهارده من غير فار يا كابتن؟ والله لان طبعا الاتحاد الافريقي النهارده مش يعني النهارده ما انت تروح تلاعب مثلا فرقه زي دي هناك فيتا ما عندهمش خليط الفار في بلدهم يعني، والى جانب هتبقى التكلفه عاليه جدا على الاتحاد الافريقي. بيوحد الفرصه على الجميع يعني. الى جانب هيبدا يحط في كل بلد يبعت التقنيه تتحط وبتاع عشان تشتغل، وممكن ما تشتغلش وتتقطع. لازم تبقى اوريدي البلاد دي فيها التقنيه شغاله وثابته. ولكن يا كابتن النهارده لو في فار لا يمكن تتحسب ضربه جزاء. طبعا ما فيهاش اي حاجه، لعبه بعيده تماما عن ركله الجزاء. لا مفيش اي يعني مش عايز اقول يعني مش من عيله ركله الجزاء. طيب مش من عيلة ضربات الجزاء، لكن خلينا أسألك سؤال. أما وإنه الحكم بيروح للعيبة أو للجهاز ويعترف ويعتذر، هل يملك يقظة الضمير؟ هل يعتذر بالشكل اللي هل يملك يقظة الضمير إنه يكتب ده في تقرير؟ دلوقتي إحنا شفنا في ماتش السوبر راجل الكرواتي قال لك ضرب كان في ضرب جزاء قدام الكاميرا. ما كتبتليش ليه في ما أنت لو كتبت إن أنا أخطأت في تطبيق القانون في ضربة الجزاء ما ده خطأ في تطبيق القانون. يعني ايه مش ضرب جزاء؟ انك طبقت القانون على حاله ما تستحقش ضرب جزاء، اثرت في نتيجه المباراه. انما هو لو كتب لا المباراه تعاد طبعا. القانون كده. ايوه ولذلك هو مش هيكتب، هيقول البقين دول اذا كان هو قالهم بالشكل الصريح ده. ما ممكن يقول لك انا شفتها كده بس لما شفت الاعاده بعد كده لقيت كلام بقى السايز ده يعني. اللي مش جاي اللي ما جيبش النتيجه. طيب رأي كابتن بقى رضا البلتاجي في اللي حصل من الحكم رضوان جاي دي، هل هي ضربة جزاء صحيحة ولا قرار خاطئ من رضوان جيد؟ في رأيي شخصي هو خان وتوفيق في الكاميرا اللي كده. هو خان وتوفيق وهي كانت لعبة خادعة، هو كان محتاج مساعدة الفار، لكن للأسف اللي هو مش موجود توفيرا من النفقات زي الاتحاد المصري. مش هيستعين بالفار إلا في مباريات نص النهائي والنهائي. لو كان معاه الفار النهارده كان بسهوله جدا صح يرجع ويصحح
هو توقع ايه؟ توقع ان عمرو السوليه رجله جت على رجل لاعب بيتا؟ خليني اعترف لك يا هاني ان انا قبل ما اطلع معاك على الهواء انا كرأي النهار كده. يعني لكن مع الاعاده شفت حاجه ثانيه غير اللي هو شافه في الملعب. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. لا الكره تحت حافظه الراجل ولا هو مواجه المرمى. يعني انا عايز اعرف ايه اللي في دماغ الحكم عشان يحسب دي ضربه جزاء. هما شوف الصوره يا ريت يجيبوها من بعيد زي ما شفناها. بينه وبين الكوره في لعيب من فيتا اللي يمكن يكون شاف الدفعه اللي هو توهمها، فهو جاب يعني صفاره بالاحساس في قرار مهم زي ده شيء غريب جدا يعني. لكن سمير عثمان برضه نشوف هل اتفق معاهم ولا لا. عندنا يمكن حالة هي حالة ضربة الجزاء اللي تحصل عليها فيتا كلوب وسجل منها. تمام. ركلة جزاء وهمية لا توجد ركلة جزاء. ركلة جزاء وهمية لا توجد ركلة جزاء. طبعا. أما نيجي نبص على الخطأ ده هو أول حاجة مفيش خطأ. ولو نفترض إن قد لو في خطأ ده بره ال 18 أصلا. بره ال 18 زي ما احنا شايفينها. تمام؟ علاوة إن مفيش احتكاك هو فين الخطأ؟ طب مفيش. أما نيجي خطأ هو ايه هو الخطا؟ يعني هو لا في خطا ولا ايه هو الخطا؟ ايه اللي هو لو شاف حاجه احنا مش عارفين. ما هو بس تحس ان هو ايه الا لو عمرو السوليه قالوا بالظبط. هي غريبه واللعبه بره اوعى اللعبه بره. بره فين الخطا والكره بص في رجل عمرو. طب انا في رجل انا هضربك انت ليه؟ يعني برضه هي بالعقل انا الكره في رجل انا هخبطك انت ليه؟ الولد جاي بالبلدي كده بيدور على ركله جزاء. هو اتخابس بصراحه هو اتخابس بس لعبه قديمه قديمه دي جايه على شمال. عارف بقى لو رضوان مثلا فتح شويه شمال يشوفها اكتر. بس هي طبعا قدر الله ما شاء فعل لعبه زي دي يعني ممكن تاثر في التقارير القادم لرضوان جيد كده ما يساعدوش فيها الحكم المساعد. بعيد ده حكم المساعدين النهارده كانوا برضو ايه. لا خلي بالك انت كحكم مساعد برضو يا كابتن ابراهيم هرفع في ايه وانت قريب 3 متر. يعني هتلاقي وانت واقف مساعد حكم هتقول اكيد هو شايف حاجه ايه احسن مني. هي هتبقى يعني صعبه صعبه عليه. عارف يساعده في ايه بقى يقول له بره ولا جوه. بس هي اصلا هي ولا بره ولا جوه. يعني كابتن سمير عثمان ضربه جزاء وهميه بره وما فيهاش تدافع. وثالث حاجه وهو قالها وموجوده في الصوره هنا مين الاقرب للكوره؟ ده السوليه الثاني اللي جاي عليه. يعني فما علينا. طيب ناصر عباس في قناه الاهلي. رضوان جاي وانا بقول لك ما شافش اللعبه اصلا. ليه ما شافش اللعبه؟ في لحظه الارتكاب او لحظه سقوط لاعب فيتا كان هناك لاعب من فيتا واقف قصاده حاجب الرؤيه عن الـ 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 الحدث. وبالتالي قلنا دايما ايه؟ لو انا ما عنديش حاجه حقيقيه اشوفها محسوب خطا خلي اللعبه تواصل. مظبوط. ان هو النهارده خد بالشكل وليس بالتفاصيل نتيجه ان هناك لاعب قفل عليه او حجب عليه زاويه الرؤيه. وبالتالي انا النهارده كنادي الاهلي استفدت ايه النهارده؟ بسبب انك انت النهارده يعني كسرت في نتيجه التمركز ركله جزاء غير صحيحه وهميه من وحي الخيال نتيجه سوء تمركز من الحكم رضوان جيد نتيجه سوء توقع من الحكم رضوان جيد نتيجه النهارده ما عندوش حلول. يعني هو النهارده رايح عمود يا كابتن ايمن انت رايح عمود على اللعبه صح عمود استحاله تشوف التفاصيل. ونقول دايما كابتن عادل لا يعني لا لما بتبقى انت رايح عمودي وشايف في حاجه فيها خطره يبقى كده تفتح يمين او تفتح شمال عشان تاخد زاويه رؤيه تشوف وتتاكد. ولكن تحسب بالشكل طبعا يعني هذا الكلام غير معقول. يعني كل عناصر الخطا في هذه الكوره. وبرضه نرجع ايه اللي كان في دماغك يا جيد وانت تحتسب الضرب. انا دي الصوره اللي بتبين ان كان في لعيبه قدامه ما شافش الضربه. هو سافر بالتوقع. هو اخطا في التوقع اخطا في التمركز اخطا في القرار. وبالتالي يعني الاهلي بيدفع فاتوره ارجو الا تكون مكلفه. لان لو العكس بقى كان الاهلي خد ضربه الجزاء دي ما كناش خلصنا. وده الدرس يا كباتن ده الدرس بجد. انا لما اكون مباراه متازمه زي ديت طبعا درس ضياع الفرص ده درس كبير جدا لازم يحصل له تدريب ويحصل له مراجعه ويحصل له دراسه. كل واحد ضيع في المباراه دي فرص ضيع ليه بالشكل ده؟ ايه اسباب كل هذه الفرص في مباراه كانت في المتناول قوي؟ وازاي هذا التاثير قبل كاس العالم لتعودنا
بالظبط كان متعاون جدا. ازاي اقدر اكون على درجه تركيز كامله اكسب مباراه في الوقت القاتل؟ ما ينفعش استرخي وابدا العب كعب وابدا اقسم وابدا اظبط على امل ان المباراه خلصت. المباراه ما خلصتش بدليل ان انت قابل للخطف في اي وقت. اي فرصه زي كده حصلت اتوقع خطا الحكم، اتوقع انه ممكن يحصل اي شيء. فبالتالي كان من المهم جدا ان انا اسيطر بشكل قوي. ازاي يعني الشاعر بيقول لك اذا جاءت رياحك فاغتنمها فان لكل عاصفه هدوء. طبعا انت كل حتى علي محمد علي وهو بيعلق الحصار الاحمر الكامل الحصار. طيب ضغطت في الحصار الاحمر وفي بضع دقائق جبت جنين، افضل مكمل اغطي المكسب. لكن لا، لا ما ينفعش ابدا اركن ان انا المهم خلصت فتعرض للي حصل ده، لان وارد ان الحكم يخطئ، وارد ان اللاعب الثاني يتخابس، واضح انه كرة عشوائية، وارد ان لاعب من عندنا يخطئ، كل ده وارد انه يحصل في الوقت القاتل حيث لا تعويض ابدا. ده درس كبير جدا نتمنى تدرسه بشكل جيد. جيد مش ابو الحكم، لا مش رضوان جيد، جيد تاني خالص. كابتن سيف زاهر ايضا بينعي جنرال توفيق اللي غاب عن هذه المباراة، نسمعه. تعادل للنادي الأهلي مع فيتا كلوب على أرضه، ولكن في البداية عايز أقول لكم ليس نهاية العالم. النادي الأهلي النهاردة عمل مباراة من طرف واحد أمام فيتا كلوب، مباراة من طرف واحد وضربة جزاء ليا عليها تعقيب وليا عليها كلام. النادي الأهلي النهاردة عمل مباراة كبيرة، استحواذ النهاردة بتاعه، فرق مستوى فني بينه وبين فيتا كلوب النهاردة كبير. النادي الأهلي مضيع أكتر من 21 فرصة في الشوط الأول والثاني، فرص كلها محققة. ده رقم خيالي لأي فريق كبير، رقم خيالي. ما اقدرش أقول التعادل النهاردة أن الأهلي ما لعبش، الأهلي النهاردة ما كانش كويس، لا الأهلي النهاردة أدى مباراة. ولو التوفيق النهاردة معاه في الشوط الأول والشوط الثاني كان الأهلي كسب 3-4 و5. ظهور مروان النهاردة الحقيقة ظهور جيد. حسيت النهاردة مروان لو المباراة خلصت بنتيجة طيبة كان هيبقى ليه دور كبير جدا جدا، وهو الحقيقة أدى النهاردة بشكل جيد. بيحاول في عز ما في ضغوط عليه، في عز ما في نقد، ولكن النهاردة أداؤه جيد. أداء النهاردة لمحمد شريف رائع. لسه الأمل موجود، مش هنرمي الفوطة، مش هنقول انتهى الأمر. الأمور صعبة ولكن لسه الأمل ممكن. النادي الأهلي هو دايما شخصية البطل مهما تصعبت الأمور، ولكن الأهلي قادر. يعني طبعا أهم حاجة نهدى بقى خلاص، مش هنقعد بقى نشتكي ونولول على اللي حصل. نستفيد من الموقف، ندرس أسبابه، كلنا ندرس أسبابه، وأولهم الجهاز الفني ولعبته، ونشوف ازاي نتدارك هذا الموقف او نضاعف من حجم المسؤولية وحجم الجهد عشان نعوض في ظروف الأصعب. وهي دي شخصية البطل اللي سيف زاهر اتكلم عليها. خلاص اللي حصل حصل، كل المباراة فيها 21 فرصة، اللي حصل حصل، بس شخصية البطل فين؟ هو ده السؤال المهم جدا اللي كمان استوقف إبراهيم فايق. كان بإمكان النادي الأهلي على الأقل انه يخرج من المباراة دي كسبان فقط في الشوط الأول، مش بقول لك في المباراة كاملة، في الشوط الأول بس 7. الأهلي في الشوط الأول بس أتيحت له 12 فرصة أو أزيد شوية. الأهلي في الشوط الأول له كم من الانفرادات الضائعة والفرص المحققة بشكل غريب جدا، كم فرص مهدرة غير طبيعي. النهارده الراجل بيغير، بينزل مروان محسن وبينزل محمد شريف. النتيجة كانت 1-0، هدف عكس الاتجاه تماما، عكس المباراة وعكس كل حاجة، عكس كل حاجة في الدنيا يعني. فينزل محمد شريف مكان وولتر بواليا وينزل مروان محسن، ويتمكن الثنائي كلاهما أن يسجل. محمد شريف سجل ومروان محسن سجل من اللمسة الأولى. أنا عايز واحد منصف النهاردة يطلع يقول لي موسيماني إيه يعني؟ عامل إيه؟ موسيماني يعمل لك إيه؟ موسيماني يعمل إيه؟ يلبس شورت وفانيلا وينزل يجيب جوال ولا يعمل إيه؟ إجمالي الفرص أو المحاولات بتاعت النادي الأهلي النهاردة 29 فرصة. أنا كمدير فني مطلوب مني إيه تاني يا جماعة؟ ما هو بس برضه بالعقل اللي بيتكلم على موسيماني طول الوقت ماسك موسيماني ما روش غير موسيماني. طيب موسيماني يعمل إيه النهاردة؟ يعمل إيه؟ 29 فرصة.
خلاص بقى. لما غيرت برضو تغييراتي كانت موفقة في الحالتين. أنا من وجهة نظري شايف مدير فني موفق جدا في مباراة النهاردة بغض النظر عن النتيجة. أنا بحللش نتيجة بس، ما بتكلمش في نتيجة بس، أنا بتكلم في نتيجة وبتكلم في محاولات صادقة من النادي الأهلي أو محاولات واضحة وصريحة للوصول إلى المرمى. شوف تاني وتالت ورابع وعاشر اللي بيتكلم بيقول لك دي مش خلطة مدرب النهاردة. وإن كان البعض يقول لك هو لو كان هو ليه بيطلع ديانج وبيسيب السولية؟ عشان السولية يعني كان في اللقطة. طيب ما انت لو عملت العكس وخسرت هتقول ايه حد يطلع السولية من الملعب؟ الماتش ده اي مجموعة من النادي الاهلي تقدر تلعبه وتكسب. خد بالك كمان مفيش اخطاء تشكيل فيه، اقصد اقول يعني اي كل لعيبة الاهلي انت عملت تتكلم عليهم دول حمدي فتحي واكرم والسولية وديانج، اي اتنين من الاربعة دول هيعملوا خط وسط محترم. اي وموجود بعد كده قفشة، وموجود بعد كده شريف، وموجود اي اتنين من الفراودة دول هيعملوا. وبعدين على رأي ابراهيم بيقولك طب ما هو تغييراته عملت الفارق، هو ده المدرب الصاحي انه البديلين سجلوا والبديلين سجلوا والبديلين ضيعوا برضو. ما هو واخد بالك هي كرة القدم كده، مش كل لكن ساعات تقسو عليك هذه القسوة المفرطة. مباراة قصت عليك قسوة مفرطة، هذه المباراة فعلا من المباريات اللي لازم نتوقف أمامها ونحاول إنها ما تتكررش في تاريخنا تاني. نتمنى ده، نتمنى ده، لأنه حتى الناس اللي بتتكلم على تغيير ديانج يا جماعة ما هو عشان يخرج ديانج هو حول طريقة اللعب الأربعة أربعة اتنين، فحب يخلي السولية موجود باعتبار إنه عنده قدرات في التكملة الهجومية أكتر، الراجل متأخر وعايز يعدل نتيجة. فكل الافتراضات وكل السيناريوهات اللي موسيماني كان عايزها من المباراة نفذها ووصل اللعيبة لغاية السكس يارد. اللي حصل ضاعت الفرص تباعا، لكن هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. أهلا بحضراتكم جديد. شفنا كل اللي فات في بعضمة لسانه، وشفنا الدروس الكبيرة المهمة جدا في مباراة الأهلي وفيتا كلاب، وطمناكم على استعداد الأهلي لمباراة الأربع بإذن الله مع الإسماعيلي في برج العرب في الدوري. لكن بين كل مسيرات النجوم الكبار هناك كلام كثير في أسرار الملك فلافيو الرأس الذهبية يا باشمهندس. انت انا لما سالتك يعني قلت لي يا ريت النهارده ناخد فلافيو، بقاله كم مره احنا كاتبينه بس ما بتجيش الدور عليه. فحاولنا نلاقي وقت نعرض هذه الفقره. يعني انت قلت لي بمناسبه اصرار موسيماني على ثقه موسيماني في والتر على البدء بواليا، وانه هو قدمه بسرعه يعني. ايوه وده اللي عمله بالظبط مانو جوسيه مع فلافيو، وكان بيصادف فلافيو نفس عدم التوفيق في احراز الاهداف، لكن كان بيعمل كل الادوار الاخرى اللي طلبها منه المدرب في مساعده زميله في الملعب، في مساعده زميله في الميكانيزم بتاع الخطه كده. تمام. فهو بيبقى المدرب طالب حاجه من اللاعب بيعملها له، طيب ويتعشم ان بقدرات اللاعب اللي شافها منه قبل كده يقدر يكمل بانه باحراز الاهداف. هل بواليا هداف؟ مؤكد، لانه مش بالصدفه موسمين ورا بعض يبقى هداف فرقته وهداف الدوري تقريبا. فكونه يجي يصادفه هذا الـ يجيب جولين في ماتشين مهمين يتلغوا وبعدين يجيب جول مهم وبعدين، لكن عنده الادوار اللي المدرب بيقول لك لو جاب لي جول كمان يبقى 100 100. مش معنى كده ان انت ما عندكش هجوم، بدليل ان التغييرات لما اتعملت الهدفين جم بالبديلين. ايوه لكن معناه ان المدرب احيانا يبقى له وجهه نظر علينا ان ندعمها لحد ما نشوف النتيجه ايه. والنتيجه كانت مع جوسي رائعه، شفنا مهاجم لا يتكرر. نتمنى ان يكون موسيماني تتحقق نظريته برضه، لكن عندنا فراوده ما احناش في ازمه قوي زي ما الناس بتقول، وربنا سهل باذن الله. طيب أمادو فلافيو المولود في 30 ديسمبر 79 في العاصمة الأنجولية لواندا، بدأ حياته الكروية
في بيترو اتلتيكو الانجولي النادي الشهير، لعب اول مباراه له وهو كان عنده 20 سنه مع الفريق الاول، جه للنادي الاهلي في شهر 7/2005 واستمر فيه لغايه 2008 2009. في لافيو اللي الناس كانت بتسخر منه واللي الناس يقول لك ده ما اعرفش الفلافيوزم والفلافيوست، وعملت مسابقات في التندر والسخريه من فلافيو لما لعب 163 مباراه مع الاهلي في الفتره الذهبيه، سجل 58 هدف، عمل بطولات ولا اروع، لكن حكى هو بنفسه هو ميزه اهداف فلافيو كمان كانت حاسمه. حكى فلافيو عن قصه انتقاله للاهلي في يوليو 2005، نسمعه. في الوقت اللي كان جيلبرتو موجود فيه هنا عشان يمضي العقد هو وفلينو لوبش، انا برضو كنت موجود، جيت مصر برضو 2001. النادي بتاعي ما وصلش لاتفاق مع النادي الاهلي واضطريت اني ارجع تاني. Três anos depois, o Petro Atlético estava no Petro Atlético كان inserido numa competição que era كان في منافسة Taça CAF. اللي هي الكاس الكاف. E na altura eu fui o melhor marcador desta competição. وساعتها كنت هداف البطولة دي. E claro, وطبيعي ان مستر مانو جوزيه اتكلم مع جيلبرتو. Porque foi o Gilberto a primeira pessoa que me ligou. لان كان جيلبرتو اول واحد كلمني وانا في انغولا. وقال لي ان مستر مانويل جوزيه هيفري اد ليجار با مستر مانويل جوزيه عايز يتصل عشان فالاسيو اشتري انتريسادو نو عشان يشوفني اذا كنت مهتم ولا لا في ريبريزنتارو على لي النجي وفي الاهلي. فقلت كله تمام من تيمبو اش كديز او 20 مينوتش، وشايف ان ما خدش وقت طويل 10 20 دقيقه بعديها مستر مانو كلمني واتكلمنا سيريو ما اونغا مونتو جراند، وقلت له ان شايف شرف كبير ليا اني امثل اكبر نادي في افريقيا. وما سمانا ديبويز وبعديها باسبوع ومستر عدلي كي مستر عدلي كي فورون لا برا انغولا، واحمد عبده راحوا انغولا fechou o contrato com o meu clube عشان يمضوا العقد مع النادي بتاعي. سيجيرو فين فين لو كون ايلش، وبعديها جيت معاهم على مصر. هو حكى القصه كما حدثت يعني. أيوة. لان احنا كنا وقتها عمالين نجيب في بينيو ونجيب في ماكي ونجيب في كاستيلو، كل واحد 6 اشهر مش لاقيين وكنا بنتعاقد كده 6 اشهر قابله للشراء. لكن فقلت لمستر مانو ما كان في فيرود جالنا في 2001 مع جيلبرتو وافيلينو، وكان يعني كلهم بيقولوا ده اهم فيرود، اذا كان موجود دلوقتي ما احمد عبده يكلمه ويقول له لو عايز عنده استعداد يجي لنا نسافر على طول نخلص. فاكره مستر مانويل؟ قال لي انا فاكره ومتابع، ده لعيب كويس بس يجي. قلت له نكلمه، فاحمد عبده كلمه واحنا واقفين، قال له اوكي. وبعدين كان هو مسافر يلعب انيمبا بعديها بيومين، قلت له انا هاخد احمد عبده بس اوصل بيه انجولا، قال لي انا محتاجه في نيجيريا. قلت له مش يعني احنا هنقعد يوم باذن الله هخلص ويجي لك، هخلص لك في يوم هرجع انا على القاهره وهو هيجي عليك. قال لي خلاص روح، لان هم بيكلموا برتغالي فانا محتاج احمد عبده. رحنا فعلا بالليل، خلصنا مع فلافيو في 3 ساعات، وجه مندوب النادي قال لي خلاص انا هعرض الاوفر بتاعكم على اداره النادي، والصبح الساعه 10 الصبح نتكلم وناخد القرار. جم الساعه 10 11 كنا مخلصين كل حاجه. رحت السفاره، الملحق التجاري هناك كان زملكاوي لعب في الزمالك، قال لي انت فعلا خلصت في لافيو؟ قلت له اه. قال لي ده هيعمل مشكله كبيره هنا. ازاي؟ مش مصدق. قلت له لعيب كويس طمني. قال لي اه بس هو كان عامل حادثه موت بالعربيه بتاعته من 6 اشهر. قلت له انا ملاحظ ان في بقليله في دماغه هنا كبيره. قال لي ما هو لسه ما خفش 100% يعني. انا بقى خفت، لان كان الله يديله الصحه محمد اليماني هداف المنتخب الاولمبي الاسماعيلي، كان ناشئ، كان من احسن هدافي الناس اللي في سنه في مستوى العالم. حصلت له حادثه عربيه ما رجعش زي ما كان، وده اللي حصل في الفتره الاولانيه لفلافيو. ما كانش موفق لكن كان بيعمل كل حاجه في الكوره.
دي خلت مستر جوسيه واثق في قدراته. اول ما فتحت معاه في بدايه الموسم بعد 6 اشهر فتحت بقى في السويس جاب جولين، وابتدت في لافيو نشوف انه اهم واحد في ضربات الراس يمكن على مستوى العالم. في لافيو جالنا استاذ ابراهيم 200,000 جنيه للنادي، 200,000 دولار، 200,000 دولار للنادي، و70,000 دولار في السنه في اربعه ب 280,000 دولار، وبعناه ب 3 مليون الا ربع دولار للسعوديه. طيب فلافيو كان كل الناس فاكراه في مباراه القمه، في لقاء القمه بالذات اعتقد يوم 11 يناير 2009 كان له هدف ما يتنسيش ابدا في لقاء الاهلي والزمالك في موسم 2010، تسبب حتى هذا الهدف هتشوفه بعد كده، لانه حصل في المباراه ديت حاجه مش معتاده ابدا، انه حارس المرمى تقريبا بيعنف زميله قوي بسبب فلافيو. ده ضربه في صدره بالظبط بسبب قفزه فلافيو الرهيبه. ده كان عمرو الصفت اللي طلع معاه، وعبد الواحد الحقيقه بعد كده كشف هو ليه عبد الواحد احتد، عبد الواحد السيد حارس الزمالك وقتها اهو، ليه احتد على عمرو الصفتي بعد هدف فلافيو بسبب فلافيو. هنفكركم بعبد الواحد السيد لما حكى الواقعة في ام بي سي. فكرت جون فلافيو اللي جابه فيك دماغه رحت انت صفتي الصفتي. طب انا احكي لك بقى قصه الجون ده عشان في ناس كتير من الصفتي حبيبي جدا وانا بحبه الناس المحترمه. قعدنا نتمرن اسبوع كامل، كنا نتمرن في الاسماعيليه اسبوع كامل صفتي المكان ده ما تتحركش منه. انت اللي بتقول له؟ لا انا وكان الكابتن احمد رمزي واسبوع كامل بنتمرن على الكره العرضيه، على الكره العرضيه في المكان ده بالذات يعني هو كان جلبرتو بيفضل المكان ده يرجع يلف ويرجع يلف ويرجع. برافو عليك. صف تقف ما تروحش معاه يعني اسبوع كامل، والله زي ما بحكي لك كده بالظبط اسبوع كامل. قبل الكره دي انا كان جالي شد في الخلفيه جامد تقريبا، كان بعد الماتش كان اكتشفت ان عندي مزق حوالي 12 سم. فقلت له انا مش عارف اطلع، ما تتحركش من المكان ده. مشكله اول ما جلبرتو اتحرك يلف في اللفه، لو حتى الماتش هتلاقيه لف من وراه تاني وجلبرتو فلافيو بيقطع منه، وانا طبعا طلعت متاخر ما لحقتش ما كنتش قادر. فهو مين اللي في وشي؟ هو. طيب اسبوع كامل بيتمرن على انه الجون هيجي بالشكل ده من الحته دي ومن الحته دي ومن فلافيو، وهو بيقول لك انا عندي شد مش هعرف انط. لكن عمرو الصفتي يرى انه افضل من وائل جمعه. حقه. ايوه. انما يعني انما يقدر يسال عبد الواحد. الاهلي تفاوض معاه يعني حاجات جميله يعني. فما علينا. فلافيو كان صعب على اي حد. يعني انا مش مع كابتن عبد الواحد، هو طبعا عمل لعبه بس حتى لو نط معاه او استناه كان هيجيبها. فلافيو كان ضربات الراس ده جزء من اهدافه بقى الرائعه. انا في جون جابه في الاسماعيلي اللي ادانا الدوري الرمان البلي ده. ده من اقصى اليمين حطها في اقصى الشمال. حرك دماغه زي ما يكون راكبه على الرمان بلي بضهره زي ما يكون رمان بلي كده يعني. ما فيش حاجه، ما فيش سنتي في دماغك يا فلافيو ما بتتحركش، ما سجلتش بيها، ما سجلتش بيها او عملت بيها جول. انت لما تشوف الجون بتاع الصفاقسي ازاي بصاها لابو تريكا بالهدوء ده ما بعدتش عنه. أيوة. مش بقوه. وفي جون تاني بتاع الماتش بتاع عمرو زكي اللي عماد متعب جابه برضو، الباصه وهو بيجري بوشه يتضاير يبصيها، ده بتاع الاسماعيلي ده هيتعاد تاني دلوقتي. هتشوف اجوان غريبه، انا ما شفتش حد على مستوى العالم بيلعب بضربات الجزاء بالمنظر. طيب. ده امادو فلافيو يا جماعه لقى هذه الثقة من مانويل جوزيه رغم كل الفرص اللي كانت بتضيع والانتقادات اللي كانت بيتعرض لها فلافيو اعلاميا. طبعا ما كانش في سوشيال ميديا بالصخب والعنف اللي موجودة بيه دلوقتي، لكن مانويل جوزيه وفر له هذا المناخ من الثقة، فقدر يخرج منه واحد من اهم اللعيبة الافارقة اللي لعبوا في مصر. ده اضاع ضربة الجزاء وانفراد في ماتش الزمالك بتاع افريقيا. احنا قدامنا دلوقتي حاله زي والتر بواليا. والتر بواليا مع الجونه شفت كل اهدافه، ولما النادي الاهلي تابعه وراقبه وتاكد من كفاءته
والمدير الفني وافق عليه جبنا اولتر بولي. ده كان مطلب الناس كلها بالظبط، في اتفاق على انه هو اللي يجي. ايه اللي مطلوب دلوقتي؟ الراجل واضح، انا سمعت راي الكابتن رضا شحاته هو كان مدربه في الجونه، انه محتاج دعم نفسي، محتاج ثقه من الجمهور، محتاج انه يشعر انه ما عليهوش هذا الضغط العصبي الرهيب. وقت ما والتر بوالي هتفتح معاه من الوارد جدا انه يكرر تجربه مهاجمين كبار، لكن اتمنى بالراحه عليه شويه لانه احنا جربناه وشفناه وتاكدنا من كفاءته. قبل ما تقفل ثانيه واحده، اه في ازمه مثاره دلوقتي بالنسبه ملعب الاسماعيلي. ايوه الاهلي مش طرف فيها، الاهلي يؤكد على حق الاسماعيلي في اختيار ملعبه، الاهلي يريد ان يلعب مع الاسماعيلي في الاسماعيليه والاسماعيلي يلعب في القاهره. هذه مسائل ما تصدروش الاهلي في مواجهه الاسماعيلي. يا اهل الشر، كلما يعني قربنا المسافات هناك من يريد. الاهلي ليس طرفا فيها، بدليل حتى الاسماعيلي والمصري الاثنين بيلعبوا في الاسكندريه، فده قرار امني وده مطلب امني، ليس الاهلي طرفا فيه. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما ان شاء الله. تصبحوا على خير.